وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا من القاهرة نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذة نرمين. إذن نحن أمام حراك جديد على الأقل لتخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ومن جديد ها هي مصر تقف لتستعد وهي دائما مستعدة لتقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة وفقا وفي ضمن سياقات مقبولة. كيف من الممكن أن نقرأ هذه التفاهمات المصرية الأمريكية؟ يعني بداية صباح الخير على حضرتك على مشاهدين القاهرة الإخبارية. أنا أتصور أن يعني مصر ركبت لمرات عديدة منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر الماضي بأنها الطرف الأكثر اهتماماً بالجانب الإنساني داخل القطاع، وحتى عندما قامت إسرائيل بممارسات مستفزة للجانب المصري وقامت باحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بقيت القاهرة على اتصال مع جميع الجهات الفاعلة لمحاولة حلحلة الأمور، ولكن بما يتناسب مع الضوابط المصرية، بما يتناسب مع متطلبات الأمن القومي المصري، وأيضا بما يتناسب مع المصلحة الوطنية واتفاقية المعابر التي تم توقيعها في 2005، والتي يعني أقرت أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني وأن لا تكون لإسرائيل أي سيطرة أو سلطة عليه. وعلى الرغم من ذلك يعني الاتصال الذي حدث بالأمس بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنا أعتقد أنه جاء في سياق يعني الاعتراف بالدور المصري وبالمجهود المصري، ليس فقط في مسألة الوساطة ومصر لعبت الدور الأكبر في هذا السياق، ولكن أيضا اعترافا بدور مصر في يعني إيصال النسبة الأكبر من المساعدات إلى داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب. نحن نعلم أنه بعد يعني احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح كان هناك وفد أمني إسرائيلي حضر إلى القاهرة ويعني حاول الوصول إلى اتفاق مع الجانب المصري يخص أن يكون المعبر من الجانب الفلسطيني تحت إدارة موظفين فلسطينيين وموظفين أمميين. القاهرة رفضت ذلك وطلبت بأن تكون السلطة مطلقة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح للفلسطينيين، وأنا أظن أن هذا ما تم التأكيد عليه في الحديث بالأمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بموائمة تتعلق بإدخال المساعدات المكدسة عند معبر كرم أبو سالم في جنوب غرب قطاع غزة حتى يتم التوصل إلى تنسيق ما بين القاهرة وبين السلطة الفلسطينية في رام الله فيما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وعندما يتم إعادة فتح المعبر أنا أتصور أن الأزمة الإنسانية في داخل قطاع غزة سيتم حلها بشكل كبير، لأننا نعلم يعني أن المساعدات كانت متوقفة عن الدخول من معبر رفح منذ أن وضعت إسرائيل يدها على الجانب الفلسطيني من المعبر تقريبا منذ 20 يوم، ويعني الوضع في شمال قطاع غزة هو وضع كارثي وأقرب إلى المجاعة، خاصة مع عدم دخول شحنات الوقود والأغذية وكذلك الأدوية، توقفت المستشفيات عن العمل، ولذلك أنا أعتقد أن القاهرة تتدخل دوما في الوقت المناسب حرصا منها على الجانب الإنساني داخل قطاع غزة ودعما للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. نعم، يعني أستاذة نرمين أيضا في سياق قراءة هذا الموقف، عمليا كان هناك محاولات أو رغم المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتتالية لاستفزاز الموقف المصري، لكن ما زلنا يعني نرى ونستمع ونشاهد موقفا مدروسا يتحلى بالمسؤولية، يعلم ما الذي يجب أن يفعله، وخصوصا أنه كان من الممكن أن تكون مواقف مختلفة أمام التصريحات التي كانت قد أدلت بها مصادر إسرائيلية مؤخرا حول معبر رفح ومسؤولية مصر وما إلى ذلك، لكن رغم ذلك ما زالت مصر تثبت للجميع بأنها تتولى هذه المسؤولية بطريقة شديدة المهارة. ربما يعني احنا لما نتكلم على مصر هنتكلم على دولة عريقة في الدبلوماسية وذات خبرة طويلة في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، ف
فمصر لا تفتقر إلى الخبرة ولا تفتقر إلى الأدوات ولا تفتقر إلى السياسات، ولكنها تتقن يعني توظيف كل أداة وكل لهجة خطاب في الوقت المناسب لها. أنا أتصور أن يعني الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة كانت الدافع وراء التصعيد في لهجة الخطاب المصري الذي جاء يعني متوائما تماما مع الأفعال الإسرائيلية. ويعني التقرير الأخير لسي إن إن أنا أتصور أنه كان تقريرا كارثيا بكل المقاييس الإعلامية، ويعني أيضا الممارسات الإعلامية لإسرائيل أنا أعتقد أنها يجب أن تخضع إلى الدراسة بعد انتهاء هذه الحرب. يعني بالأمس نشروا صورة لصحفي مصري وقالوا أنه قائد اللواء رفح فيه كتائب القسام، ويعني آلة الإعلام الإسرائيلية استمرت في الكذب منذ الأيام الأولى للحرب. يعني نحن نتذكر عندما دخل الجنود الإسرائيليين إلى مستشفى الشفاء التي ارتكب فيها الاحتلال أبشع مجزرة في داخل قطاع غزة، قاموا بتصوير ما يبدو أنه جدول لمناوبات الأطباء أو ما إلى شابه، وقالوا أنها خطة حماس أو يعني ترتيب حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي. فأنا أتصور أن الممارسات الإعلامية الإسرائيلية تنتهج الكذب، تنتهج التضليل وتشويه السياسات المصرية، وأتصور أن الرد المصري في هذا السياق كان مناسبا تماما. ربما يعني ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل أفرز نوع آخر من التصريحات نسمعها اليوم من جانب مجلس الحرب الإسرائيلي والمتعلق بأنه على استعداد لوقف إطلاق النار في غزة وكذلك العودة للتفاوض للإفراج عن الرهائن. فأنا أتصور أن مصر حينما توظف لهجة خطاب بها تصعيد أو لهجة خطاب بها نوع من التلويح أو التهديد بالانسحاب من الوساطة، يعني كان لها تأثير كبير على الجانب الإسرائيلي في العودة إلى العملية السياسية، لأن هناك إدراك أن القاهرة إذا انسحبت من ملف الوساطة فالأفق السياسي سيكون مسدا. وفي هذا نعم الإطار يعني أكدت القاهرة أن الانسحاب من الوساطة ليست له أي علاقة بالتخلي عن القضية الفلسطينية أو التخلي عن دعم أشقائنا الفلسطينيين في الجانب الإنساني داخل قطاع غزة. وربما يعني أستاذة نرمين الولايات المتحدة الأمريكية تلمست خطورة هذا الموقف الذي كان من الممكن أن تتخذه مصر، وهذا ربما ما دفعها ويدفعها للتدخل سريعا لمحاولة الحفاظ على هذا الدور والإبقاء على هذه المساحة التي لا يمكن أن يملأها سوى مصر. بالضبط زي ما حضرتك أشرتي، هناك اعتراف دولي بالدور الذي تلعبه مصر في هذه الحرب وفي التهدئة منذ بداية الحرب، هو دور لا يستطيع أحد يعني أن يغض الطرف عنه أو ينكره. القاهرة لديها ثقل على جميع المستويات، تمتلك خبرة في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي كما تمتلك خبرة وعلاقات جيدة بالسلطة الفلسطينية في رام الله في حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هي حينما يعني تمسك بورقة التفاوض هي يعني تقوم بما تتقنه وتقوم بما تمتلك خبرة كبيرة فيه. أنا أيضا يعني أتصور أن الولايات المتحدة حينما قامت بإنشاء هذا الرصيف العائم داخل غزة كان هناك تصور بأن عملية إيصال المساعدات هي عملية سهلة وأنه سيتم الاستعاضة عن معبر رفح البري بهذا الرصيف، ولكن التجربة العملية أثبتت وحسب حتى التصريحات الأمريكية أن العملية معقدة للغاية، أن المساعدات التي تصل للقطاع لا توازي يعني إلا نسبة قليلة من المساعدات التي كانت تدخل عبر معبر رفح البري في اليوم، وبالتالي يعني هذه كانت ستكون مساهمة من الولايات المتحدة في استخدام سلاح الجوع وتجويع الفلسطينيين داخل القطاع. أنا أعتقد أن الممارسة العملية لإيصال المساعدات إلى داخل القطاع وإدراك مدى تعقيدها ربما أيضا يعني أوعز للأمريكيين بأن معبر رفح لا بديل عنه، أنه لابد من التنسيق بين القاهرة والجانب الفلسطيني لإعادة إدخال المساعدات وإنقاذ هذا الشعب من المجاعة التي تحاول إسرائيل فرضها على القطاع بالقوة. نعم، ربما هنا أيضا يجب أن نذكر بأن الأمر لا يقتصر فقط على يعني محاولة تقديم المساعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بالجانب الإنساني، لكن الأمر ربما له أبعاد أكثر عمقا وهي مرتبطة بمحاولات التوصل لآلية يتم فيها
إنجاح مسار التفاوض خلال هذه المرحلة والحديث عن حل الدولتين في المراحل المقبلة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، وبالتالي هذا حديث استراتيجي، هل نتوقع منه أن يكون هناك حراكاً أو حراكات جدية قريبة؟ من الممكن أن تبلور شيء ما اتفاق؟ يعني نحن نتوقع هذا ونأمل أيضا في هذا، لأن أتصور أن الحديث بالأمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ربما حمل جدول أعمال يتعلق بالمسألة السياسية في غزة. يعني نحن نعلم أن إسرائيل باتت أو يعني منذ فترة طويلة هي تقاتل داخل قطاع غزة وحتى داخل رفح الفلسطينية بدون أفق، وأن الحرب لن يكون لها أي دور في استعادة الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد نعم أن هناك كان جدول أعمال يتعلق بالمسألة السياسية، ربما بالعودة إلى المسار التفاوضي بمحاولة تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل. ربما تكون يعني تبدي إسرائيل بعض المرونة فيما يتعلق بوقف إطلاق نار مستدام داخل قطاع غزة مقابل يعني استلام الأسرى أو الرهائن من داخل القطاع، ويعني أن يكون هناك أفق للعملية السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، يتعلق ربما بحل الدولتين يعني أو مسارات أخرى للقضية الفلسطينية يرتضيها الداخل الفلسطيني، وكذلك يعني يوافق عليها الجانب الإسرائيلي بما يستند إلى مبادرة السلام العربية التي تم إطلاقها في 2002. ويعني القاهرة أصرت منذ الأيام الأولى للحرب أن المسألة تتجاوز بكثير وقف إطلاق النار، وتتعلق بأن هناك أرض محتلة وهناك حق مهدور للفلسطينيين، وبأن حل الدولتين هو الحل السياسي الوحيد الذي يجب أن تنظر إليه الأطراف وتحاول التوصل إليه. أتصور أيضا أن الضغط الدولي على إسرائيل والعزلة التي فرضتها إسرائيل على نفسها بممارستها الوحشية والعدوانية في قطاع غزة ستكون دافعا ربما إلى عودة إسرائيل للمسار التفاوضي. يعني المحكمة الجنائية الدولية تحركت، المحكمة العدل الدولية تحركت، وحتى يعني إن لم يتم تنفيذ القرارات ولكن أنا أتصور أنها وصمة عار في تاريخ هذه الدولة وإثبات على أنها مارست جرائم الإبادة الجماعية داخل الأراضي الفلسطينية، وكذلك الاعترافات من دول أوروبية بدولة فلسطين مثلت جانب أكبر من الضغط على دولة إسرائيل، وربما يكون هناك المزيد من العزلة الدولية التي يفترضها المجتمع الدولي على إسرائيل في الأيام القادمة، وهو عامل دفع يعني يعيد تل أبيب إلى المسار التفاوضي والعملية السياسية. هذا المسار التفاوضي والعملية السياسية إلى أي درجة ترين بأن يعني التدخل المصري، الموقف العربي أيضا أوصل رسالة بأنه لن يكون وفقا للأجندات التي تحاول إسرائيل أن تفرضها على الأرض؟ كل الإشارات التي خرجت من مصر أو من الدول العربية منذ الأيام الأولى للحرب أكدت أنه لن يتم تنفيذ الأجندة الإسرائيلية التي خططت لها في قطاع غزة. القاهرة رفضت منذ الأيام الأولى مسألة التهجير ومسألة تصفية القضية الفلسطينية، ويعني المؤتمر الذي عقد في القاهرة وشهد إقبالا من دول أوروبية ودول عربية أكد على هذا السياق. من ناحية أخرى قمة المنامة في البحرين وإعلان المنامة في البحرين أكد على جميع حقوق الشعب الفلسطيني ما يتعلق بحدود الرابع من يونيو 67، ما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. كذلك الإعلان تضمن الكثير من التأكيدات على كل ما يخص حقوق الفلسطينيين إقرارا من الجامعة العربية بأن هذه حقوق لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن النقاش فيها، وبالتالي الموقف العربي كان واضحا، كان مؤكدا، كان قويا في كل ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. إسرائيل فشلت في أن تفرض أجندة التهجير على الدول العربية أو على المجتمع الدولي، إسرائيل فشلت في أن تصفي القضية الفلسطينية، إسرائيل فشلت حتى في ترويج أكاذيبها على مستوى الرأي العام الدولي. لا أحد في العالم اليوم يصدق إسرائيل، لا أحد في العالم يصدق أنها كانت تدافع عن نفسها ضد حركة حماس. كل يعني حتى المؤسسات الدولية يعني محكمة العدل الدولية
في تسنيدها للادعاءات الإسرائيلية، قالت أن إسرائيل لم تكن حريصة حتى بعد صدور التدابير الأولى من المحكمة على حياة المدنيين، لم تكن حريصة على نقل المدنيين إلى مناطق آمنة، كما أن الإجراءات التي قالت عليها إسرائيل والتي تخص نقل المساعدات إلى قطاع غزة هي إجراءات لم تكن كافية من وجهة نظر المحكمة، محكمة العدل الدولية، وبناء عليها قامت المحكمة بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار. فأنا أتصور أن الدول العربية وعلى رأسها مصر باعتبارها يعني الأكثر اهتماما والأكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية حتى من قبل عام 48، نجحت في فرض أجندتها، في فرض حقوق الشعب الفلسطيني، في إعادة طرح القضية الفلسطينية وحل الدولتين والمسار السياسي على المجتمع الدولي بأكمله. هذا الضغط يعني أستاذة نرمين، إن كان من قبل مصر، الدول العربية، المجتمع الدولي، والآن نتحدث عن عدة ملفات مفتوحة في وجه إسرائيل، هل من الممكن أن تخضع له إسرائيل؟ نعلم بأنه بطبيعة الحال مما نرى الإجابة لا، ولكن الضغط كبير جدا، وما زالت هناك يعني محاولات إضافية لفتح المزيد من الملفات والانضمام إلى الدعاوى المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية أو حتى محكمة العدل. أنا أتصور أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يحتاج إلى ممارسة ضغوط من جانب الولايات المتحدة، لأنه حتى مع وجود كل هذه الملفات الضاغطة يعني اللي حضرتك أشرت إليها على تل أبيب، ولكن وجود الدعم الأمريكي لإسرائيل يجعل هذه الضغوطات يعني يجعل تأثيرها محدود إلى حد كبير طالما كان هناك دعم أمريكي لإسرائيل فيما تقوم به. إسرائيل تحتاج إلى وجود أيضا نوع من الرشادة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية أو داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. يعني نحن اليوم حينما ننظر إلى يعني إلى المشهد داخل إسرائيل، يعني نظن أن ليس منهم رجل رشيد. يعني الإصرار على التوسع في رفح الفلسطينية، استمرار الضرب العشوائي في قطاع غزة، نحن عندنا إشارات اليوم بتقول إنه الخسائر المادية في قطاع غزة تتجاوز 30 مليار دولار. هناك يعني وحشية، وهناك يعني عدم عقلانية في رد الفعل المبالغ فيه التي أكدت حتى عليه الولايات المتحدة أن إسرائيل تمادت وتجاوزت كل الخطوط في رد الفعل داخل قطاع غزة. إسرائيل تحتاج إلى وجود إرادة من داخلها للعودة للمسار التفاوضي، ولكن أنا أتصور أن هناك قلق داخل إسرائيل من المحاسبة. وعلى ما يبدو بأن حتى الآن لا يوجد هذه الإرادة. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.